بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هشرح المشروع الثالث في الـ Udacity Machine Learning Nano Degree اللي هو بيتكلم عن الـ Unsupervised Learning. أول حاجة الجزء الشرح المقدم في الـ Nano Degree هو عبارة عن جزء يعتبر أصلا مجاني موجود متاح على الموقع في هيئة كورسين. الكورسين دول ممكن تلاقيهم عن طريق ان انت تعمل سيرش في كتالوج، تعمل على كتالوج سيرش، هتختار ماشين ليرنينج فري كورسز، هتلاقي قدامك اهو ادي الكورس الاولاني اللي هو ماشين انتروداكشن تو ماشين ليرنينج، تمام، والكورس الثاني اللي هو ماشين ليرنينج ده، تمام. الجزء الاول الكورس الاولاني اللي هو انتروداكشن تو ماشين ليرنينج ده بيشرح الجزء العملي، يعتبر ازاي تستعمل مكتبه السكيلرن وازاي تطبق الالجوريزمز ده طبعا في السوبرفايز ليرنينج والان سوبرفايز ليرنينج الاثنين. والجزء المشروع الكورس الثاني هو بيتكلم عن الجزء النظري للموضوع يعني، تمام. طبعا الجزء النظري ده والناس اللي هم تشارلي ومايكل دول الشرح بتاعهم يعني انا شايف انه مش كويس قوي او مش مبسط يعني كفاية، فانت ممكن تستعين بحاجة تانية غير الاتنين دول. طبعا ده الكورس هو اللي هو Introduction to Machine Learning، كورس فري يعني 10 weeks 10 اسابيع، المفروض خلاص انترميديت انت هتاخده سهل ما فيهوش مشكلة وهتكمل فيه لحد الاخر وتخلصه ما تخلصه. الكورس التاني اللي هو بتاع جورجيا تيك داون اللي هو جامعة جورجيا ده اللي هو بتاع مايكل وتشارلي. طيب لو مش عاجبك الجزء النظري دون فانا ارشح لك الكورسيرا، عليها الكورس اللي هو ماشين ليرنينج دون تقدر ده عليه كل الماشين ليرنينج بقى سوبرفايزد والان سوبرفايزد، تمام. ده بتاع بروفيسور اندرو تبع جامعه ستانفورد، والكورس طبعا تقدر تاخده يا اما اوديت يعني تتفرج على الكورس فيديوهات والكلام ده بس وخلاص، يا اما تقدر تاخد الكورس تاخد له شهاده وتكمل وتعمل الاساينمنتس بتاعته وتعمل تحل الاسئله وكل حاجه، وعلى فكره مفيده جدا عن طريق ان تعمل ابلاي فاينانس ايد وتاخده مجانا وكل حاجه، تمام. برضو الحاجه التانية اللي بيشرح بتوسع اكتر اللي هي ماشين ليرنينج سبيشاليزيشن، تمام. ماشين ليرنينج سبيشاليزيشن دي تبع جامعه واشنطن ودي شغاله بالبايثون، يعني الكورس كله شغال بايثون، هتشتغل فيه بايثون، وفي تبسيط شديد جدا للموضوع ومتقسم هو الاربع كورسات دي. سبيشاليزيشن فيها اربع كورسات، الكورس الاولاني فاونديشن، كورس تاني اللي هو الريجريشن، والكورس التالت اللي هو كلاسيفيكيشن، والكورس الرابع اللي هو الانسوبرفايزد او الكلاسترنج والريترايفل. الاربع كورسات ماشيين ببطء جدا وبيشرح ببساطه جدا وتقدر تمشي فيهم يعني بسهوله، وبرضه تقدر تعمل فاينانس ايد بس كل كورس باي يعني كورس باي كورس يعني كل كورس لوحده، تمام. بعد ما درست الكورسين دول انت تقدر تخش جوه او بالنسبه هنا للبروجكت ده انت محتاج الان سوبرفايز ليرنينج، الجزء بتاع الان سوبرفايز ليرنينج في الاثنين يعني، تمام. طيب تعال نشوف طب التوبكس اللي بيتكلم عنها البروجكت او الشرح بتاع ديستي. اول حاجه انتروداكشن، ده مقدمه بسيطه يعني ايه سوبرفايزد ليرنينج. هو الان سوبرفايزد ليرنينج ببساطه يا جماعه هو ان انا بعمل كلاسترنج او ان انا عايز اقسم الداتا، لكن انا مش عارف اقسمها لايه، ما عنديش كلاسز، هي الداتا عندي unlabeled. يعني ايه unlabeled؟ يعني هي ما عنديش كلاسز معينه للداتا عشان اعمل عليها ترين كسوبرفايزد ليرنينج. هو يعني اللي بالعربي نقدر نسميه التعلم الاستنتاجي، انت بتحاول تستنتج كلاسز للداتا دي، انت اصلا مش عارف تقسمهم ازاي، ما عندكش كلاسز ليهم، فانا عايز اقسمهم الى كلاسز اللي احنا في الحاله دي بنسميهم كلاسترز، تمام. طيب ما انا ممكن انقي اي ما انا ممكن انقي اي فيتشر واسميه كلاستر يعني، واسميه واسمي واعتبر الفيتشرز اللي جوه دي كلاسز واقسمهم. هتشوف الموضوع ده بعدين، هقول لك دلوقتي ليه ما ينفعش، تمام، او ليه ساعات ما بينفعش وبضطر استخدم الان سوبرفايزد ليرنينج. طيب فهو يشرح لك الان سوبرفايزد ليرنينج اللي هو الكلاسترنج، ويقعد يشرح فيه فتره طويله، وبعدين في حاجه زي ميني بروجكت. ده الجزء الاولاني ده اللي هو الجزء بتاع اللي هو الكورس الاولاني انتروداكشن تو ماشين ليرنينج،
وبعدين هنا دخل معاها اللي هو الفيتشر سكيلينج وفيتشر سيلكشن والبي سي اي. الجزء ده ملوش علاقة بالانسوبرفايزد ليرنينج تحديدا، وانما هو ممكن تستخدمه في السوبرفايزد والانسوبرفايزد. لكن هو حطه هنا ليه؟ حطه هنا كنوع من التقسيم بتاع الكورسات، يعني عشان خاطر السوبرفايزد ليرنينج زحمة شوية، في انواع كتيرة جدا من الكلاسيفيكيشن والريجريشن وانواع كتير من الالجوريزمز، ففي زحمة اصلا في التوبكس. فهو عشان ما يزحمش الموضوع زيادة يقوم يدخل حاجات تانية. لكن الحاجات التلاتة دول اللي هو الفيتشر سكيلينج والفيتشر سيلكشن والبي سي اي، التلاتة دول بيستعملوا اصلا في الاتنين، في السوبرفايزد والانسوبرفايزد وفي جميع الحالات يعني. تمام. تمام. بعد كده هيرجع الكلام يتعاد تاني بقى بطريقة نظرية، اللي هو الكورس بتاع الماشين ليرنينج بتاع جامعة جورجيا، هو نفس الكلام تاني بيتقال تاني مرة اخرى. وبعد كده في الاخر ايه البروجكت؟ البروجكت بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه Identifying Customers by Clustering Them. يعني انا عايز اقسم الكاستمرز، اقسم العملاء او الزباين باي كلاسترنج، يعني اعمل لهم كلاسترنج. تمام. تعال نبدا نشوف بقى البروجكت ده بيعني عن ايه. اول حاجه البروجكت الريبوزيتوري بتاعته اللي هي جوه نفس الريبوزيتوري بتاعه اليوديستي ماشين ليرنينج. تمام. انا هحط اللينك بتاعهم كالعاده موجود مع الفيديو، وهتلاقي جواه الفايلات دي. اول حاجه ده فايل سي اس في، ده اللي جواه الداتا بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، والفايل اللي هو اي بايثون فايل ده اللي احنا هنشتغل عليه، والفيجواليزيشن فيجواليز دوت باي ده جواه شويه فانكشن اللي هو اللي عامل البروجكت نفسه كاتبها عشان خاطر يعمل فيجواليزيشن للداتا اللي احنا هنشتغل عليها، وهنشوف شغال ازاي. البروجكت اصلا ديزاين بايثون 2.7، لكن انت ممكن ببساطه تحوله لبايثون 3 لو انت عايز. كل اللي عليك ان انت تفتح الفايل اللي هو فيجوالز دوت باي ده، وتحول اي برنت فانكشن تقوم قالبها تحط لها قوسين. البرنت فانكشن هتلاقيها مكتوبه من غير قوسين، لو لقيتها يعني موجوده من غير قوسين هتعمل لها قوسين. ونفس الكلام هتعمله في الاي بايثون فايل وانت شغال، اي برنت فانكشن هتلاقيها من غير قوسين اعمل لها قوسين. بس هو ده الموضوع. طبعا البرز اللي هتحتاجها النمباي والبانداز والمات بلوت لايبراري والسكلير. لو انت شغال في البروجكتس من اول النانو ديجري هتلاقي نفسك عارف الحاجات دي موجوده اصلا عندك يعني. طبعا لازم يكون عندك الجوبيتر نوت بوك، وهو بينصح ان انت تكون عندك اناكوندا اللي عليها الكلام ده شغال يعني على طول. ده الريدمي فايل يعني بالنسبة اللي بيبقى مع البروجكت. طيب هنشوف هو بيتكلم ايه تاني. اول حاجة بيقول لك مصدر الداتا، ان الداتا دي اسمها كاستمر سيجمنتس داتا، هم عبارة عن 440 داتا بوينت، يعني 440 سامبل. تمام. الداتا دي كولكتد من كلاينتس اوف هول سيل ديستريبيوتر، يعني موزع لكل البضائع، تاجر جملة يعني، حاجة زي تاجر جملة كبير. تمام. المور انفورميشن في المستودع اللي هم جايبين منه الداتا، اللي هو اليو سي اي ماشين ليرنينج ريبوزيتوري، دي فيها كم كبير جدا من الداتا لو تحب تخش تستكشفها، وهو جايبها من هناك. تمام. دي نوت ام يو دي اللي هي مونيتري يونتس، اللي هو وحده ماليه يعني. تمام. دي اللي هو بيوصف بيها الداتا بتاعتك. الداتا بتاعتك مكونه من ايه؟ مكونه من 8 فيتشرز. خلاص 8 فيتشرز. تمام. ايه الفيتشرز دي؟ اول 6 دول هم عباره عن ايه؟ عباره عن كاتيجوريز للداتا. تمام. كل كاتيجوريز للفود يعني، او انواع من الاكل. الفريش اللي هو الحاجات الفريش زي الخضار والفاكهه وما الى ذلك. وهو هنا بيقول لك دي انوال سبيندنج اللي هو الانفاق السنوي، ماني يونت اللي هي مانيتري يونت، دي ماني يونت وحده ماليه ان يعني كان بقى دي يعني وحده ماليه، هو ما عرفش وحده ماليه معينه، بيقول لك يعني نعتبرها الدولار مثلا. اون فريش برودكتس، يعني التاجر دوت او العميل اللي اشترى من تاجر الجمله ده بكام سنويا، بكام دولار سنويا. تمام. من الكاتيجوري ده او من النوع الفود ده. خلاص. يبقى اشترى فريش فود بكذا، ده قيمه ايه؟ كونتينوس يعني ايه؟ يعني ممكن تحتمل اي احتمال، ممكن يشتري بدولار، 2 دولار، 2.5، 2.05، 2.005، وهكذا يعني عدد لا نهائي من الاحتمالات. طيب الملك نفس الوضع، الانفاق السنوي على الملك، هو اشترى منه ملك قد ايه، لبن قد ايه، جروسري البقاله
نفس الكلام، وكونتينوس كل طبق كونتينوس طبعا. الفروزن المجمدات تمام، ديتربنت بيبر اللي هو اللي هو المناديل يعني، او اوراق التنظيف تمام، الحاجات اللي زي دي برضو نفس الكلام، الانفاق السنوي و ديرجنت بيبر وبرضو ده كونتينوس. الديليكيت سين اللي هي المشهيات، جاي من ديليشيس يعني شهي، المشهيات دي اللي هو مستردة بقى، كاتشب يعني، اي حاجه مخلل. المشهيات دي برضو الانفاق السنوي فيها قد ايه برضو بالنسبه للتاجر. واتنين فيتشر تانيين اللي هم بره الكاتيجوريز دي، واحد فيهم اللي هو الشانل. الشانل ده يعني نوعيه التاجر او العميل اللي بيشتري نوعه ايه. في اتنين شانل، دي نومينال. نومينال دي يعني ايه؟ يعني اسمي. اسمي يعني ايه؟ يعني كاتيجوري، يعني يا كذا يا اما كذا، الكاتيجوري بتاعه يا اما هوتيل او ريستورانت او كافيه، وده القيمه بتاعتها هتلاقيها واحد، او ريتيل اللي هي محلات التجزئه وهتلاقيها اتنين تمام. فده قيمه يا واحد يا اتنين، يبقى ده مش، يبقى هنا ده ديسكريت مش كونتينوس، خلاص هو سماها هنا نومينال. او الريجون او اللي هو المكان اللي فيه الراجل العميل ده بيشتري منه. و و يعني مش هنستفيد منه دلوقتي خلاص تمام. يبقى ده الريدمي فايل بتاع الايه البروجكت. طيب تعال نشوف الاي بايثون فايل بقى بتاع البروجكت نتكلم عن ايه. اول حاجه البروجكت اسمه كرييتنج كاستمر سيجمنتس، يعني سيجمنتس اللي هي اقسام، عايز اقسم العملاء الى اقسام تمام. getting started، اول حاجه بيقول لك ايه هنا، هو بيقول لك ان انت هتعمل analysis للداتا هنا اللي عندنا، ويقول لك ان الداتا دي اصلها اصلا جاي تاني من اليو سي اي ماشين ليرنينج ريبوزيتوري، وان انت هيعمل ايه، وان هو for the purpose of project، لغرض البروجكت، عشان البروجكت ده عباره عن clustering اصلا. فاحنا هيعمل ايه، هيعمل هيسقط الاثنين فيتشرز دول اللي هو الشانل والريجون دول، هي هي هيشيلهم من الداتا. ليه؟ ان زي ما قلت لك انا ممكن اقول لو انا ايه المشكله، ما الداتا دي عندي في فيتشر من الفيتشرز اهو، ينفع اخد الفيتشر ده كليبل واقول ان هو ده الليبل بتاعي، واعمل كلاسترنج عليه وخلاص، او اعمل كلاسيفيكيشن عليه وخلاص. يعني ليه اعمل كلاسترنج؟ يعني ما اعمل كلاسيفيكيشن عادي. فعشان كده هو شال الاثنين اللي ينفع اعمل عليهم كلاستر، اعمل عليهم كلاسيفيكيشن اللي هو الشانل والريجن، دول الاثنين الديسكريت اللي هو القيم بتاعتهم يا اما 0 1، واحد فيهم 0 1 والثاني او 1 و 2، والثاني القيم بتاعته 0 1 او 1 و 2 و 3، فدول ينفع عليهم اعمل عليهم كلاسيفيكيشن. هو لا انا اللي كان هشيلهم لك، ففضل القيم ايه كلها كونتينوس، الفيتشرز اللي عندك كلها كونتينوس. فهل هعرف اعمل عليهم كلاسيفيكيشن؟ لا طبعا، لان ما فيش كحاجه كونتينوس مهما انا عملت عليهم ليهم عدد لا نهائي من الاحتمالات، يبقى انا ما اقدرش اقسمهم لكلاسز تمام. في الحاله دي انا مش هقدر اعمل غير ايه، كلاسيفيكيشن. في حالات تانية طبعا بتجبرني ان انا اعمل كلاسترنج بدل الكلاسيفيكيشن، ان انا الفيتشرز اللي انا ممكن استعملها كليبل مش هتنفعني في الغرض، يعني الغرض بقى المنطقي للموضوع. يعني انا عايز استنتج حاجه معينه، الفيتشرز اللي ممكن الديسكريت اللي عندي ما مش متناسبش الموضوع ده. فبالتالي في الحاله دي انا بحاول اعمل كلاسترنج، على اساس الكلاسترنج بيجيب لي اصلا يعني حاجه من الداتا انا ما اعرفهاش. يعني الالجوريزم في الكلاسترنج بيجمع لك كل شويه شبه بعض مع بعض. طب شبه بعض في ايه؟ انا ما اعرفش هما شبه بعض في ايه، هو الالجوريزم اللي هيعرف، يعني هو اللي هيقول تمام. زي مثلا مثال الريكومنديشن سيستمز، دي حاجه مشهوره جدا في تطبيق في الكلاسترنج، ان انا عايز مثلا انت ما تخش على موقع مثلا زي امازون مثلا او سوق دوت كوم، اي حاجه من المواقع اللي بتبيع اي حاجه دي، وانا عايز اعرض عليك بضائع، انت راجل اول مره تخش الموقع النهارده، انا ما اعرفش انت مين اصلا، ولا بتحب ايه ولا بتحبش ايه، فعايز اعرض عليك حاجه. طيب انت فهعرض عليك ايه؟ فببدا اعرض عليك الحاجات اللي معظم الناس بيحبوه
طب انا هجيبها ازاي الحاجات دي؟ عن طريق الكلاسترنج. الكلاسترنج هو اللي هيقول لك ان ايه، هيبدا يعمل هيعمل كلاسترنج لكل العملاء اللي بيخشوا على الموقع، ويشوف ايه اكبر سيجمنت موجوده، يبقى هي دي السيجمنت العامه اللي كل الناس او اغلب الناس بتخشها، يبدا دي يقترحها لكل الايه الناس. ده حل من الحلول يعني، طبعا في حلول تانية. طب انت خلاص بقيت زبون على الموقع وليك اكاونت، ودخلت اشتريت مرة واثنين وثلاثة، واتفرجت مرتين وثلاثة واربعة من غير ما تشتري، وهكذا بيبدأ يكون داتا عنك، يبدأ الايه هو يفهم انت مين وبتحب ايه. طب بتحب ايه دي هيبدأ برضو، هل هعمل لك كلاسز ان انت ايه بالظبط يعني، لو حبيت اقسمها كلاسيفيكيشن هقسمها كلاسز شكلها ايه، انت مين مثلا ولا بتحب ايه برضه. انا ما اعرفش، انا بس انا كل اللي قدرت ارصده بعض الهابتس، بعض الحاجات اللي انت العادات بتاعتك اللي انت بتعملها وانت على الموقع، لكن برضه هعرض عليك بناء عليه. لكن انا ممكن اشوف الناس اللي عملوا زيك واشتروا حاجات شبهك، وما اشتروش حاجات شبه اللي انت اتفرجت عليها وما اشتريتهاش، يعني الناس اللي شبهك اعرض عليك نفس الحاجات اللي هم برضه اشتروها. طب هل ده هعمله يدوي، هعمل بقى بروجرامنج اف الس والكلام ده؟ هيبقى طبعا صعب جدا، خاصة لو الموقع ضخم، حاجة زي امازون بقول لك عليها مش عليها ملايين الناس، صعب ان انا اعمل الكلام ده. اما الموضوع يتعمل ازاي؟ برضه عن طريق الكلاسترنج، ان انا اعمل كلاسترز اقسم فيها الناس، هي الناس تقسم اوتوماتيكلي الى كلاسترز، والكلاسترز دي بقى كمان هتبقى متغيره يعني، الالجوريزم طول ما الموقع شغال، طول ما هو شغال وبيجدد نفسه كل شويه ويشوف الكلاسترز دي شكلها بيتغير، والايجنت ممكن يتغير من نقطه، يطلع من كلاستر ويخش كلاستر تاني، ان هو مثلا في فتره من الفترات مثلا كانت ست حامل مثلا وبتدور على حاجات للبيبز، وبعدين خلاص ولدت فبدور على حاجات للطفل اكبر مثلا، طفل عنده سنه، وبعدين خلاص بقى الطفل كبر فبدات تدور مثلا على ادوات المدرسه وهكذا يعني. فعشان الموضوع شغال اوتوماتيك، يبدا يطلع العميل من كلاستر الى كلاستر وهكذا، وابدا الموقع يبقى الريكومنديشن سيستم بتاعه ذكي كفايه ان هو يعجب الناس. تمام. فيعني ده اسلوب استخدام الكلاسترنج عامه. طيب هنا زي ما قلنا تاني، ان هو شال الشانل وشال الريجن، دول الحاجات اللي ينفع اعمل لهم كلاسيفيكيشن اصلا، شالهم خالص هو من الموضوع، وساب لك الايه الفيتشرز اللي هي الكونتينوس اللي انت ما ينفعش تعمل، يبقى فيش عندي ولا فيتشر دلوقتي اقدر اعمل عليه كلاسيفيكيشن، كل الفيتشرز اللي عندي دلوقتي كونتينوس، وبالتالي ما فيش ولا حاجه اقدر اعمل عليه كلاسيفيكيشن، يبقى الحل الوحيد اللي قدامي هنا ان انا هعمل كلاستر. طيب هو عمل ايه؟ طبعا انت هنا الكود ده مكتوب جاهز اهو، بيعمل استدعاء للنمباي البانداز اي بايثون ديسبلاي ده ون، ده حاجه زي دي فانكشن زي البرنت كده، بس بتظهر الداتا فريم بشكل اظرف شويه، وفي نفس الوقت هو يبدو ان هو عمل دي عشان يهرب من موضوع البرنت، عشان خاطر لو حد استعمل بايثون 2 او 3 يعني في الحالتين هيشتغل معاه يعني. بعد كده امبورت الفيجوالز، الفيجوالز ده اللي هو الفايل دوت باي اللي موجود في معاك نازل انت تنزله معاك في الريبوزيتوري. بعد كده المات بلوت ان لاين عشان خاطر تظهر الجرافز عندك في الاي بايثون فايل. تمام. وبعد كده هنا هيبدأ يعمل ينزل الداتا، يعني هيقرا الداتا هنا بي دي تو ريد سي اس في، هيقرا الداتا فايل، وبعدين هيعمل دروب للاثنين فيتشرز اللي قلنا عليهم ان بليس بيس او ترو، يعني الداتا فريم بتاعك ده خلاص ما بقاش فيه الداتا دي كده دلوقتي. بعد كده هيشوف عدد السامبلز اللي في الداتا وعدد الفيتشرز، وهيعمل لك برنت، هيطلع ان فيهم الداتا بقى عندك فيها 440 سامبل و 660 و6 فيتشرز، بقى عندك 440 سامبلز و6 فيتشرز. تمام. تمام. بعد كده تعمل ديسبلاي هنا بس عشان خاطر يشوف شكل الداتا اللي عندك، او هيفضل عندك الستة فيتشر اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الكاتيجوريز بتوع الفود اللي فاضلين، هم اللي فاضلين عندك في الداتا دلوقتي. تمام. هعمل برنت ليهم او ديسكرايب داون، هنا هيطلع لك شكل الداتا. describe dot describe دي بتعمل ايه؟ بتطلع لك شوية بيانات، شوية احصائيات عن الايه، عن الداتا، فتطلع لك الكاونت، تمام، لو عدد السامبل يعني في كل واحد منهم، المين بتاع كل واحد فيهم،
الستاندرد ديفيجن، المينيمم، الماكسيمم، اللي هو الفيرست كوارتايل او السكند كوارتايل والثيرد كوارتايل، اللي هو 25% من الداتا و50% من الداتا، وبتطلعهم لك كده في جدول لكل واحد فيتشر منهم كبيانات، يعني انت ممكن تقراها يعني تحاول تستنتج منها حاجه او تستفيد منها حاجه. تمام. بعد كده تدو بيقول لك هنا ايه implementation selecting samples، عايزك ان انت تختار samples من الداتا. تمام. كل اللي هتعمله ان هو بيقول لك اختار 3 indices، خد بالك طبعا الداتا سامبلز عندك هم 440 سامبل، فانت تختار 3 indices ما بين الزيرو و440 ناقص واحد، تحطهم هنا 3 ارقام هنا. طبعا انت ممكن تعمل مثلا تكتب ان هم يطلعوا لك يعني تخليه يختارهم ارقام عشوائيه، يعني تعمل مثلا دوت راندوم يعني دوت راندوم، او ان انت تختار اي 3 ارقام بايديك يعني في الرينج ده عادي، مفيش مشكله مش تفرق يعني، هو ما طلبش حاجه معينه. تمام. وبعد كده هتعرض الداتا دي، بعد كده هيعمل ديسبلاي الثلاثه سامبلز دول. تمام. طيب ايه السؤال الاولاني؟ بيقول لك consider the total versus cost of each product category and statistical description of the of data set above، يعني طبقا للكلام اللي اتقال فوق ده والشرح اللي اتقال على الداتا. What kind of establishment customer، انه نوع من المؤسسات اللي هو العملاء اللي فاتوا دول يعني او العملاء، could each the three samples you have chosen present، واحد كل واحد من الثلاثة سامبلز اللي احنا اخترناهم دول هيطلع تابع ليه يعني. بيقول لك example establishment includes places markets cafes deals wholesales retails، يعني اي بيقول لك انواع من الحاجات، حاجات يعني انت هتسمي محلات بنوعيات، يقول لك ما تسميش طبعا حاجات اسماء، ما تقولش مثلا ده ماكدونالدز، تقولش ده كنتاكي، لا هو عايزك تسميها مثلا تقول له ده ريستورانت مثلا، لو انت شايف ان هو كده يبقى ده ريستورانت، ده مطعم، شايف ان هو مثلا هوتيل، شايف ان هو كافيه، شايف ان هو محل تجزئة ريتيل. تمام. انت طبعا طبقا للداتا اللي انت شفتها، طبقا لاستكشاف الداتا اللي احنا عملناه والثلاثة سامبلز اللي هو عرضهم، يعني انت هيعرض الثلاثة سامبلز. تمام. اهم ثلاثة سامبلز اهم، هيطلع الثلاثة سامبلز دول بتوع انا هم، طلعوا هم ثلاثة سامبلز خلاص. بيقول لك بص للثلاثة سامبلز كده، وبيقول لك بص للمين، ده المين بتاع كل ايه، بتاع كل نوع من الفود، وبيقول لك حاول تستنتج ده يعني الكاستمر ده نوعه ايه، ده ريستورانت ولا هوتيل ولا كافيه ولا الريتيل ولا ايه بالظبط. تمام. Knowing this how do you do your samples compare، ازاي قارنت السامبلز دي، يعني عايزك ببساطة تشرح له انت ليه قلت مثلا ده، انت اخترت ان السامبل الاولاني ده ريستورانت او كافيه، ليه اخترت ان هي كده، عايز تشرح له الموضوع ده بناء على قيمة مثلا ان هو مثلا بيشتري ملك مثلا كتير مثلا قريب من المين او اكتر من المين مثلا بتاع الداتا بتاع الملك، يعني بيشتري ملك كتير، فاه ده ممكن يكون مثلا كافي بيشتري ملك كتير، وما بيشتريش مثلا الحاجات التانية كتير يعني، وهكذا. Does that help is driving your insight into what kind of establishment they might، هل المقارنة ده بالمين ساعدك، هل الموضوع المين ده وجود المين ده ساعدك في الموضوع ده ولا ما ساعدكش؟ طبيعي ان هو هيساعدك يعني، بس طبعا الكلام ده تكتبه له مع الشرح يعني. Implementation feature relevance، عايز فيتشر يشوف حاجه اسمها الفيتشر ريليفنس. فيتشر ريليفنس طبعا لو انت خدت الجزء النظري بتاع الكورس هتعرف ان هو ان في الفيتشرز ممكن تكون ريليفنس لبعضيها وممكن لا. الفيتشر بيبقى ريليفنت معناه ايه؟ معناه ان الفيتشر ده يعني في كورليشن عالي بينه وبين الفيتشرز التانيه، يعني منسجم بطريقه عاليه مع الايه، مع الفيتشرز التانيه، وبالتالي الفيتشر ده ممكن يعني اسيبه يعني اعمل له نجلكت واستعمل الفيتشرز التانية اللي هي ريليفنس لي في الداتا وخلاص، يعني الفيتشر ده بالنسبة لي عندي زيادة ملوش لازمة، لان هو
كورليتد قوي مع الداتا اللي عندي. طب هو هنعمل الموضوع ده بطريقه يدوي يعني. فالسؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك assign new data to a copy of removing features of your choice. يعني هتختار فيتشرز من الست دول، فيتشر واحد من الست دول تمام، وبعدين هتاخد الداتا دي، هتعمل الداتا دي هتعمل ايه؟ هتقول ان النيو داتا دي هتساوي الداتا بتاعتك، بس تعمل منها دروب للفيتشر اللي انت اخترته تمام. انت تختار فيتشر وانت اي فيتشر فيهم يعني براحتك، وهتعمل عليه الموضوع ده تمام. يبقى هتسقط الفيتشر ده من الداتا، وهتسمي الداتا الجديده دي نيو داتا تمام. بعد كده هتستعمل اس كي ليرن كروس فاليديشن تيست سيت تيست ترين تيست سبليت ده تمام. ليه؟ عشان خاطر تقسم الداتا لاكس ترين واكس تيست وواي ترين واي تيست تمام. يبقى انا هقسم الداتا للكلام دون عن طريق الفانكشن دي من الاس كي ليرن. طبعا الكلام ده هتعمله على النيو داتا مش على الداتا بقى القديمه يعني، بعد ما سقطت الفيتشر. وطبعا هتستعمل تيست سايز ل 25%، وما تنساش تظبط الراندوم ستيت. الراندوم ستيت ده يا جماعه لازم تظبطه بقى في اي حاجه دلوقتي يعني. المفروض ان انت لو اشتغلت على السوبرفايزد ليرنينج هتلاقي ان انت لازم الراندوم ستيت ده كل مره لازم تظبط. الراندوم ستيت ده اهم حاجه في الـ في الـ في اي الجوريزم بتشتغل فيه يعني. بيقول لك امبورت ديسيشن تري ريجريسور، هتستعمل ديسيشن تري ريجريسور وما تنساش تظبط الراندوم ستيت تو فيت ليرنر تو اي تريننج داتا. هتفته على هتعمله فيت على التريننج داتا تمام. وبعد كده تعمل له تحسب السكور على التستنج داتا تمام. يعني بعد ما تعمل ترين هتستعمل الريجريسور دون ان انت تحسب تعمل بريدكشن وتحسب السكور للتريننج داتا تمام. طبعا بعد ما طبقت هنا تعمل السكور دون، بس احسن طبعا تعمل له برنت هنا. وبعد كده تجاوب على question 2 which feature did you attempt to predict. انت ايه الفيتشر اللي انت اخترته عشان تعمل له بريدكشن تمام. يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا عملت الفيتشر، اخترت فيتشر وسقطته من الداتا، وبعمل بريدكشن للفيتشر ده تمام. what was the reported prediction score. ايه الايرور سكور بتاع البريدكشن ده تمام. is this feature necessary for identify customers spending habits. هل الفيتشر ده necessary to for identify customer spending habits. هل يقدر الفيتشر ده يقدر يميز لك الهابتس بتاعت الكاستمر ولا لا؟ طبعا الموضوع ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على السكور. اذا كان السكور بتاعك كبير يبقى الفيتشر ده انا اسف، السكور ده كان صغير يبقى الفيتشر ده انا محتاجه، يبقى الفيتشر ده محتاجه، لان لو شلته انا ما قدرتش اعمل له بريدكشن يعني، اللي هو سكوره قليل يبقى انا ما قدرتش اعمل بريدكشن للفيتشر. ده معناه ان الفيتشر ده مهم بالنسبه لي عشان اقدر استنتج يعني حاجه تخص الكاستمر. طب الفيتشر ده اللي انا قدرت اعمل له بريدكت بسكور عالي، انا قدرت اعمله بسكور، يبقى الفيتشر ده مش مهم. ليه؟ لان انا دلوقتي قدر الفيتشرز الثانيه حلت محله، انا الفيتشرز الثانيه قدرت تستنتجه هو نفسه، فبالتالي هو مش مهم. يبقى انا لو شلته خالص يبقى الفيتشرز الثانيه هتحل محله في انها تقدر تستنتج عادات الايه الكاستمر تمام. طبعا هتجاوب على الثلاث اسئله دول في الجزء بتاع الانسر. بعد كده فيجوالايز فيتشر ديستريبيوشنز، عايز يشوف شكل الفيتشر ديستريبيوشن. طبعا انت هتعمل ران للكود داون اللي في البوكس ده، هيطلع لك جراف بالشكل ده، هيطلع لك جراف بالشكل ده سكاتر بلوت تمام. اهو ده الجراف اللي هيطلع لك. طبعا ممكن يبقى لون تاني ازرق غالبا بيطلع. ده سكاتر بلوت. سكاتر بلوت ده فيه ايه؟ لو انت شفت كده هتلاقي ان الافقي تحت دون هتلاقي هم نفسهم الفيتشرز بتاعتي، فريش ميلك جروسري فريش ميلك جروسري فروزن وهكذا،
والرأسي نفس الكلام. يبقى كل فيتشر لو جه قصاد نفسه هيعمل ايه؟ هتلاقيه رسم في الحتة اللي هو فريش قصاد الفريش، هتلاقيه راح عامل رسم الديستريبيوشن بتاع الداتا. طب الفريش قصاد الميلك هتلاقيه راح رسم ايه؟ رسم الفيتشرز، كل البوينت بتاعت الفيتشرز او البوينت بتاعت الداتا اللي واقعة فين بالظبط، شكلها ايه بالظبط. تمام. طيب هنستفيد ايه من الموضوع ده؟ هيقول لك بقى هو في السؤال دلوقتي. Using scatter question 3. Using scatter matrix of reference discussion distribution. Let's say especially large number data point. بيقول لك ان انت هتستعمل السكاتر بلوت دون عشان خاطر تقول له هل في اوتلايرز ولا لا، هل الداتا دي نورماليتي ديستريبيوتد، هل متوزعه نورمال ولا لا، لارج نمبر اوف داتا بوينتس قريبه من الزيرو، هل في ده لارج نمبر قريبه من الزيرو. لو انت عايز تقسم البلوتس بيقول لك لو انت عايز تعمل بلوت تاني غير ده بقى وتقسم الموضوع براحتك، عايز ترسم كل واحد فيهم لوحده اعمل اللي انت عايزه. بعد كده بيقول لك are there any pairs of features which exhibit some degree of correlation، هل في بعض الفيتشرز دي في بينهم correlation، هعرفه ازاي ان الموضوع ده. هتبص كده هتلاقي في فيتشرز هنا اهو، ده مثلا اللي هو الفيتشرز، هتلاقي الفيتشرز بعض الفيتشرز عامله في بينهم زي ما تقول علاقه طرديه كده، اللي هو الاتنين بيزيدوا مع بعض بطريقه افقيه، زي مثلا الجروسري مع الملك مثلا. تمام. لو خدت الجروسري اللي هو كأفق على الخط الأفقي ملك وعلى الرأسي جروسري، هتلاقيهم بيزيدوا ايه مع بعض، عاملين حاجة شبه خط كده بميل معين والخط ده بيطلع لفوق. تمام. هتلاقي مثلا ايه تاني؟ هتلاقي الجروسري مع الفروزن مثلا، لو خدت الجروسري في أفقي فروزن، لا مش الفروزن، الجروسري مع اللي هو اللي هو تاني فيتشر من تحت، الكلام داخل في بعضه مش واضح ايه ده، اللي هو ديرجنس بيبر، ديرجنس بيبر، هتلاقيهم الاتنين دول مع بعض عاملين حاجة زي شبه خط مايل بميل بوزيتيف كده طالع لفوق، ده معناه ان هو ده في كورليشن في بينهم، بوزيتيف كورليشن. وفي طبعا حاجات تانية زي مثلا الجروسري مع الفريش مثلا، هتبص هتلاقي لا هتلاقي الداتا شكلها متجمعة في ركن كده قريب من الصفر، فده مالوش معنى معين يعني، أو مش معناه إن ده فيه correlation ولا حاجة. وفي حاجات تانية هيقولها برضه هو دلوقتي. Does this confirm or deny subscriptions about relevance or features you're attempting to predict؟ الفيتشر اللي أنت اشتغلت عليه السؤال اللي فات ده وأنت عملت له prediction، وموضوع relevance ولا non relevance اللي انت قلته وجاوبته في السؤال التاني، هل السكاتر بلوت ده بيؤيد الكلام اللي انت قلته ده؟ هل متوافق معاه ولا لا؟ how is the data for those features distributed، شكل الداتا متوزعه ازاي؟ تمام. انا قلت لك اهو، هتلاقي اللي هو كل فيتشر مع نفسه، هتلاقي بدل ما بيرسم فيتشر مع نفسه، لان طبعا ملوش معنى انه يرسم فيتشر مع نفسه، لا هتلاقي راسم لك مكانها الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاع الفيتشر. هتبص هتلاقي هو ده الشكل اللي في النص ده، اللي هو الشكل الدياجونال بتاع الداتا ده، هو ده الدياجونال بتاع السكاتر بلوت ده، هو ده الايه، ده الديستريبيوشن بتاع الداتا. بيقول لك متوزعه ازاي، يعني طبعا هي سكويد يعني ليفت سكويد، بس طبعا انت ممكن تقول له يعني هو ببساطه عايز بما ان هو من الاول قال لك اتكلم عن النورماليتي، توك اباوت نورماليتي، فطبعا انت هنا هتقول له اذا كانت الداتا دي نورمال ديستريبيوتد ولا لا. طبعا واضح جدا ان هي مش نورمال ديستريبيوتد، يعني او حد يفتكر ان الشكل ده مثلا نورمال ديستريبيوشن، لا طبعا ده مش نورمال. يعني نورمال ده معناها ان يبقى في النص، ده تبقى في النص، يبقى الداتا متوزعه اليمين زي الشمال بتاعها. طيب بيقول لك هنا برضو هند از ذا داتا نورمال ديستريبيوتد، بيعيدها لك تاني اهو. Where do most of the data points lie؟ أغلب الداتا مكانها فين؟ الكلام ده هتوضحه له وأنت بتجاوب الأسئلة اللي فاتت دي. You can use core اللي هو الفانكشن correlation دي to get features.
وبعد كده انت ممكن ترسمها بالهيت ماب. تمام، انت لو دوست على اي واحدة من دول، يعني لو دوست على هيت ماب دي كده هيفتح لك الفانكشن لو في سيبورن، اهي سيبورن دوت هيت ماب دي لايبراري، وهتلاقي في امثلة عليها وازاي تستعملها. تمام، طيب هو بيقول لك انت ممكن طبعا هنا، ممكن هنا تقوم عامل سيل هنا في الجزء اللي تحت ده فوق الكويشن كده، تقوم عامل سيل، وفي السيل دي تقوم عامل داتا دوت كور دوت كورليشن كده زي ما هو نصحك هنا، والداتا دوت كورليشن دي تعملها اس ان اس دوت هيت ماب. تمام، وترسمها زي المثال اللي مشروح لك في اللي جوه هنا، جوه اللينك بتاع الهيت ماب دون، وتشوف شكل الداتا. الهيت ماب الدوت كور دون طلع لك كورليشن ماتريكس اللي هو الكورليشن بين كل فيتشر والتاني، طبعا هتبقى واضحة في وتحاول تشرح له بقى الكلام دون بناء على الهيت ماب اللي هتطلع لك. داتا بري بروسيسنج، احنا بنعمل بي بروسيسنج للداتا طبعا، يعني عشان لو انت برضو ركزت في الجزء النظري هتلاقي ان احنا الكلاسترنج الجوريزمز فيري سنسيتيف لشكل الداتا، يعني فهتلاقيهم مثلا ان هم بيتاثروا جدا بالاوتلايرز، بيتاثروا جدا بالداتا لو هي مش نورمالايزد، بيتاثروا جدا ايه تاني برضو بالدايمنشنز الكتير في الداتا، كل ده حاجات بتاثر بالسلب على الكلاسترنج الجوريزمز. فبالتالي اي كلاستر الجوريزم قبل ما اشتغل عليه لازم اعمل فيه شويه الحاجات دول، لازم اعمل سكيلنج للداتا، لازم اعمل البي سي اي او اي حاجه بقى الدايمنشن ريدكشن، ولازم اشيل الاوتلايرز. تمام، هيعمل الكلام ده بقى هنا في الداتا بري بروسيسنج دي، هنعملها يعني واحده واحده. اول حاجه اللي فيتشر سكيلنج. تمام، بيقول لك هنا ان انت ممكن تعمل فيتشر سكيلنج، ده بيقول لك لو الداتا بتاعتك نوت نورمالي ديستريبيوتد، هو عامل نفسه يعني كانه ما يعرفش. بيقول لك انت ممكن تستعمل في كذا يعني تكنيك ممكن تستعملهم، منهم دون اللي هو الاوفن اوبورتونيتي ده، وممكن تخش تقرا الامثله بقى او الفانكشن اللي هي بوكس تيست دي عشان خاطر تعمل لهم نورماليزيشن، تعمل لهم سكيلينج يعني. تمام، بس بيقول لك ان في يعني في اغلب الحالات انت ممكن تستعمل ناتشورال الجوريزم اللي هو ده كموضوع كسيمبل ابروتش او سيمبلر ابروتش عشان خاطر تعمل نورماليزيشن للداتا وسكيلينج يعني. تمام، ايه اللي هو الناتشورال الجوريزم؟ ببساطه ان انت بتاخد لوج للداتا، لوج للداتا اللي عندك ان بي دوت لوج، هتلاقي اهو هو شارحها لك هنا اهو، assign a copy of data to log data، هتعمل نسخة من الداتا، هتعمل log data equal np.log للايه؟ اه هو ده اللي هو الكلام اللي هو قايله، np.log للداتا اللي عندك. خلاص، هياخد اللوجاريتم دي. اللوج هنا بالمناسبة يا جماعة اللي هو اللين، اللي هو الماثيماتيكالي اللي هو اللين اللي هو log للبيز e. تمام، بعد كده بيقول لك assign a copy of sample data، السامبل داتا اللي احنا خدناهم فوق الثلاثة سامبل اللي احنا خدناهم برضه خد لهم log. تمام، after sample او يا اما تاخد لهم هم اللوج من قبل، يا اما تختارهم هم نفس السامبلز هتطلعهم من اللوج داتا، يعني انت براحتك بقى الكودينج بتاعك انت تكتبه زي ما انت عايز. تمام، بعد كده هو في جزء اخراني ان هو هيعمل سكاتر ماتريكس للداتا دي تاني بعد ما خدنا لها اللوج، يعني بعد ما خد اللوج هيعمل سكاتر ماتريكس تاني.